السلام عليكم ومرحبا بكم في مجلة الطبخ مع زهرة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم الوصفة ديال لي كريب ناجحة 100%. ندوزو بسرعة نشوفو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كيس فاني، قريصة الملح، 3 معالق كبار سكر خشن، 2 معالق ديال زيت نباتية، وجوج ديال البيضات، 250 غرام ديال الدقيق الرطب، ونصف لتر ديال الحليب اللي غنوضعوه في الخلاط الكهربائي ونضيفو عليه البيض وباقي المكونات حتى الدقيق مرة واحدة، ونخلطوه واحد دقيقة أو دقيقة ونص حتى كيولي سائل كثيف بحال هكذا. كنخليوه جانبا الجهد اللي نجمعو الأواني فاش حضرناه، ونبداو نطيبو. كنوضعو مقلاة على النار، كناخدو كمية معقولة، كنوضعوها في المقلاة ساخنة حتى يبان من الجناب بدا كيتحمر، وكنقلبوها على الوجه الاخر وخاصها تاخذ لون اشقر من الوجهين، وكنستمروا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. انا كنقدمو بالعسل واللوز محمر في الفران بحال هاد الطريقه هذه، ويمكن يتقدم بالشكلاط ديال الدهن اولا بالكريم شونتيه مع الفواكه اولا حتى بالكلاص. هو في كاع الاحوال كيجي رائع، وبالنسبه للاحتفاظ به يمكن يوصل 48 ساعه في الثلاجه. كنوضع عليه البلاستيك الغذائي من بعد ما كيبرد تماما وكنوضعه في الثلاجه. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتشتركوا معنا في القناه وديروا جيم لا فيديو، واي اقتراح او استفسار فانا راه الاشاره.